تفاقمت أزمة نقص في حليب الأطفال في المدن الأمريكية بسبب تأثر سلاسل التوريد والإمداد بقيود جائحة كورونا، وتكررت مشاهد الأرفف الفارغة من الحليب، ما دفع البلاد إلى التوقيع على أمر تنفيذي طارئ لتمكين إدارة حماية المستهلك والعمال بالمدن من منع التلاعب في أسعار حليب الأطفال. كشف النقاب عن هيكل ديناصور ضخم تم اكتشافه مؤخرا في الأرجنتين، وتم عرضه للجمهور في جامعة كويز الوطنية، وأطلق على الهيكل الضخم اسم ثاناتوس دراكون أمارو، وسماه علماء الحفريات بتنين الموت، وتم اكتشاف اثنين من هذا النوع من الديناصورات التي تملك أجنحة يبلغ طولها ما يقارب 9 أمتار. أعطى الفنانون الإيرانيون جذوع الأشجار الميتة في طهران حياة جديدة من خلال تحويلها إلى أعمال فنية في الشوارع، وهذه الأعمال هي ضمن مشروع أطلقته البلدية بعنوان ديرخستان، أي أرض الأشجار، وشارك في المشروع 35 فنانا عملوا على جذوع 88 شجرة موز ميتة. أنقذت دورية من خفر السواحل الليبية قوارب تقل حوالي 100 ومهاجر قبالة سواحل ليبيا، وذكر متحدث باسم خفر السواحل الليبي أن المهاجرين من جنسيات مختلفة من بينها مصر وبنغلاديش ودول إفريقية، وتعد ليبيا نقطة عبور رئيسة للأفارقة الذين يحاولون القيام بالرحلة المحفوظة بالمخاطر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط أملا في حياة أفضل، ويتمكن البعض من الوصول إلى وجهاتهم بينما يموت الآخرون في أحيان كثيرة أثناء الرحلة ويتم إنقاذ البعض الآخر.